السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت بتتفرج على قناة فرنساوي ثانوي مع ميسيو محمد شعبان. الحمد لله قدمنا الفيديو اللي فات عن شرح الدرس الثالث من الوحدة الأولى لمنهج أولى ثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل التمارين اللي على الدرس كلها عشان تلموا المعلومات اللي في الدرس كلها إن شاء الله. و زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ديد. واضغطوا لايك يا شباب للفيديوهات اللي انا بعملها لان انا بتعب فيها جدا، وعشان استمر معاكم ان شاء الله ياريت تحطوا لايك على كل فيديو تشوفوه بأمر الله. يلا بينا نخش على طول على حل التمارين. اول سؤال عندي هو الوثيقة الاولانية بتقول لي سو دوكومو، اقرأ هذه الوثيقة بوي ثم شوزي، اختار لابون ريبونس الإجابة الصحيحة. الوثيقة اللي قدامي ديت من شكلها كده عبارة عن حوار بين لورا وساندرا، تمام؟ قالت لها ايه لورا؟ تو ا ديكوبين، انت لديك صديقات سير فيسبوك، على الفيسبوك. قالت لها وي، نعم، رانا ماريو اي اليز، رانا ماريو ويليز، تمام. لورا قالت لها ايه بقى؟ كومون سونتيل، كيف هم؟ يعني هم شخصيتهم عامله ايه؟ قلنا بنسال عن الشخصيه بنقول كومون ايه ال، هنا بقى جمع عشان هم بنات خدنا الضمير ال، يبقى كومون سونتيل، تمام. يبقى هتقول لها ايه بقى ساندرا؟ رانا ايه سوريونت، رانا سوريونت، مبتسمه، ايه بافارد، وثرثاره كثيره الكلام يعني. الا دو كوبين، عندها اتنين، إلا دو كوبين دو تنس، عندها اتنين اصحاب في لعبة التنس، ندى اي منى، ندى ومنى. ماريو اي انتليجونت، ماريون تكون ذكية. إلا دي سيتو، عندها 17 سنة. إليم لروج، هي تحب اللون الأحمر. ليز اي تيميد وليز خجولة، اي سيرفيابل وخدومة. إليم لا ميوزيك، وهي تحب الموسيقى. نيجي نبص على الأسئلة. ساندرا ساندرا عندها نوت كوبين دي سير فيسبوك، ساندرا عندها كم صديقة على الفيسبوك؟ ساندرا قالت رانا وماريو إليز، يبقى تروا. رانا ايه؟ رانا تكون سوريونت ولا سوسيابل ولا رومانتيك ولا تيميد، هتبقى رانا ايه سوريونت، سوريونت. ندى اي منى، ايم ندى ومنى يحبون، بيحبوا ايه؟ طبعا هم اصدقاء على لعبة التنس، يبقى بيحبوا التنس، تمام. يبقى ايه ملو تنس. السؤال الرابع، ليز، ليز نقط بارلي بوكو ولا ابوكو دامي ولا اد سيزامي ولا مونج بوكو. نيجي نبص على ليز، هتبقى خجولة وخدومة. خجولة يعني ملهاش اصدقاء كتير، فالخدومة يبقى بتحب تساعد اصدقائها، يبقى اد سيزامي. الوثيقة الثانية عبارة عن ايميل من دو، يعني من يعني الى، يعني مبعوث من فلان الى فلان، وموضوع الرسالة بريزنتاسيون يعني تقديم نفس. مبعوث من مين؟ من اني والى كارول. طيب قالت لها ايه؟ سالو، سلام، جي سويز ليف، انا تلميذة، انا تلميذة دانزان سوبيريور ليسي، في مدرسة ثانوية رائعة. جي سيزون، انا عندي 16 سنة. لي بروفيسور سون، المدرسين يكونون سمباتيك، لطفاء. اي و ليزيليف، التلاميذ، سو انتليجون، يكونون اذكياء. جي، انا لدي ان امي سوريونت، صديقه مبتسمه. ايل سابيل، هي تسمى ليا. الي، الي انتليجونت، هي ذكيه، ميتيميد لكن خجوله. ايتوا، وانت او انتي. تيا دي زامي، انت عندك صديقات. ابيانتو، الى اللقاء، تاكو بين صديقتك. ليا ايه؟ ليا تكون بالنسبة ايه لعني؟ طبعا هنا هي صديقتها. طيب يبقى هنا المعنى، هنا يبقى لاكو بين برضو بمعنى امي، امي زي صديق، زي امي زي كوبين، الاثنين بمعنى واحد. ليه بروفيسور داني، المدرسين دي اني، مدرسين اني، يكونوا سامبا، لطفاء. سامبا زي سامباتيك بالظبط. رقم ثلاثة، اني نوت او، اني عندها كم سنة؟ عندها 16 سنة. اني بارلي دي كاركتير، اني تتكلم عن شخصية مين؟ دي ليا.
الوثيقة اللي بعدها: سالو سلام جو مابيل نهى جلال، انا اسمي نهى جلال، جي سي زون، انا عندي 16 سنة، سي سون متروا كوبين، هؤلاء يكونون ثلاث اصدقاء ليا او ثلاث صديقات ليا عشان كوبين هنا مؤنث. فريدة اتين كوبين دو باسكي، فريدة تكون صديقة في لعبة الباسكت. الا 14 زون عندها 14 سنة. الي بافارد اسوسيابل، هي ثرثارة او رغاية واجتماعية. سارة اتين فوازين دي كارتييه، سارة تكون جارة في الحي. الا كانزو عندها 15 سنة. الي رومانتيك اي جورمون، هي رومانسية وكثيرة الاكل. مريم اتين كوبين دو ليسي، مريم صديقة في المدرسة. الا سيزو هي عندها 16 سنة. الي سامبا اي اردوني، هي لطيفة ومنظمة. نيجي نبص على الاسئلة. سارة نقط او، سارة عندها كم سنة؟ قالت عندي كم سنة؟ قالت عندها 15 سنة، يبقى كانزو. جلال ايه لوبير دينوها، جلال ايه لوبير دينوها. فريدة ايه؟ فريدة تكون بافارد ايه سوسيابل، هنا عندنا بافارد هيت. مريم، مريم نوت، هتبقى مريم ايتين كوبين دي لسي، الا هتبقى اردني يعني منظمة، يبقى هي تحب النظام. نخش يا شباب على سؤال المواقف. اول واقف بيقول لي تي ديجري، انت تصف. تون كوبان صديقك، تي دي انت تقول، هتقول ايه؟ هتقول مون كوبان اي سوريونت، صديقي يكون مبتسم. تي دموند اتون كوبان، انت بتطلب من صديقك دي ديكرير يصف، انت بتطلب من صديقك ان هو يصف. سون فوزا جارو، تي دي انت تقول، بتوصف، بتطلب من صديقك ان هو يصف جاره، انت تقول، هتبقى كومو اي تون فوزا، انت تطلب، انت تقول. يبقى عايزين سؤال، هيبقى هو السؤال الوحيد اللي في الاختيارات. تي بارلي دي تون كاركتير، انت تتكلم عن شخصيتك. تي دي انت تقول، هتقول ايه؟ هتقول جيم، جيم بارلي بكو، انا احب ان اتكلم كثيرا، انا احب ان اتكلم كثيرا. تمام. السؤال الرابع، تون كوبات دي موند كوموسا، صديقك بيسألك او بيطلب منك، كومون سا فا، كيف حالك. تي دي انت تقول، هتقول سا فا بيان. تي دي كري تون كوامراد، انت بتصف صديقك. كي الذي، هنا كي هنا بمعنى الذي، تمام، عشان هنا مش استفهام، هنا اسم موصول. تي دي كري تون كوامراد، الذي رونج بياس زفير، يرتب جيدا اشياءه او اغراضه. تي دي انت تقول، هتقول الي اردني، هو منظم. رقم 6، تي بريزونت تون كوامراد، انت تقدم صديقك اتامير. تي دي انت بتقدم صديقك لوالدتك، هتقول، هتقول فواسي مون كوبا، هادي، ها هو صديقي هادي. السؤال اللي بعده، تي بارلي دي لاج دي تون كوبا، انت تتكلم عن عمر صديقك. تي دي انت تتكلم عن عمر صديقك، انت تقول، هتقول الى، الى سيزو. رقم 8، بور دي كرير ان بيرسون كي مونج بكو، تي دي انت تقول، الي جورمو، بياكل كتير، يبقى على طول جورمو. نخش على سؤال القواعد وسؤال الفهم بقى، شغل دماغنا كده يا شباب ونخلي بالنا. اول سؤال بيقول لي اختار الاجابه المناسبه، نو نواد فوازا، نحن نواد فوازا، وعند الاختيارات هنا الاختيارات عباره عن تصريف فيرب اتر، تقريبا كده التمرين ده كله عن تصريف فيرب اتر. وشباب احنا قلنا لازم نحفظ تصريف فيرب اتر ده زي اسمنا بالظبط، لانه فيرب مهم جدا جدا جدا، وهيكمل معاك طول ما انت بتدرس فرنساوي، وله استخدامات تانية كتير هتقابلنا بعد كده. نو يبقى نو سوم على طول، ابص على الضمير واختار. سي يبقى سي او اس تي، تي يبقى تي، ال افيك اس هتبقى ال سو، مدام فو، هنا قلنا مدام فو، الضمير هنا فو، يبقى فو زيت جنتي، انت اتصرف مع الضمير فو، فو زيت جنتي، انت لطيفه. ال افيك اس يبقى ال سو، ال سو. ال اي جو هتبقى جو سوي، جو سوي. التمرين الثاني برضو على فيرب اتر يا شباب، مهم جدا، تي يبقى تي اي، نو سوم، ايل افيك اس هتبقى على طول سون، فو زيت، ايل اي، تو
فاهمين القصة يا شباب؟ أنا ببص على ضمير الفاعل وبختار الفعل مصرف حسب الضمير بتاع الفاعل. نو صم على طول. إل صم. لو أنا حافظ تصريف فيرب إتر التمرين هيبقى بالنسبة لي سهل جدا. ال إل إيه؟ إل إيه؟ التمرين الثالث لافوازين ديتيو إيه؟ لافوازين ديتيو جارت تيو. تكون هنا هوصف تيو ولا هوصف الجارة؟ هوصف الجارة. جارة تيو تكون هتبقى بافارد. بافارد هي الصفة المؤنث الوحيدة اللي موجودة معي. رامي ايه؟ رامي يكون عايز صفة مذكر هتبقى انتليجو. الي صفة مذكر برضو. الي سوسيابل بتمشي مذكر ومؤنث. جورموند مؤنث، انتليجونت مؤنث، باسيونت مؤنث، هتبقى هي سوسيابل. لاكو بين دي جين اي دي لوك ايه؟ صديقة جون ولوك تكون ايه؟ عايزين صفة مؤنث هوصف الصديقة. تكون جينيال عشان اخرها او. تمام. كريم ايه؟ كريم يكون، كريم يكون، يكون ايه؟ عايزين صفة مذكرة. عندي هنا سوريو هي دي اللي تنفع، انما انتليجنت هنا دي مؤنث، وبافارد مؤنث، واكتيف مؤنث. رنا ايه؟ رنا تكون اردني صفة مؤنث. لوكوبين دي ماري ايه؟ لوكوبا دي ماري صديق ماري يكون صديقها هيكون ايه؟ هيكون تيميد خجول. تيميد بتنفع مذكر وبتنفع مؤنث. لامير دي صلاح والدة صلاح تكون عايزين صفة مؤنثة تبقى باسيونت تكون صفورة. التمرين الرابع ما سير اختي تكون عايزين صفة مؤنثة دي مذكر دي تمشي مذكر ومؤنث دي مذكر مذكر يبقى على طول نختار سامبا. سامي ايه؟ سامي يكون تيميد بتمشي على مذكر ومؤنث. مسيو عادل ايه؟ مسيو عادل يكون هنا مذكر عايزين صفة مذكر وهي هتبقى جونتي. لا في دي مسيو هاني ايه؟ بنت مسيو هاني تكون سوسيابل تنفع مذكر ومؤنث. نهى ستينا مي نهى تكون صديقة. سامباتيك التنفع مذكر ومؤنث. جي ان فوازين جارة دوس لطيفة. الي هنا مفرد مذكر هتبقى الي سامبا. الي سامبا. لوبير دي فريدة ايه؟ والد فريدة يكون عايزين صفة مذكرة. سامباتيك بتنفع مذكر وبتنفع مؤنث. التمرين الخامس يا شباب بيقول نرمين. نرمين ايه؟ نرمين تكون عايزين طبعا صفة مؤنث لنرمين هتبقى سوريونت. احمد ايه؟ احمد يكون اردني منظم. لافوازين دي كود دي كلود ايه؟ جارة كلود تكون هتبقى صفة مؤنث يبقى جورموند. منامي صديقتي تكون منامي عشان هنا بتنتهي بأو تبقى مؤنث. صديقتي تكون انتليجنت ذكية صفة مؤنث. منار ايه؟ منار تكون بافارد مؤنث. رامي ايه؟ رامي يكون جينيال. مونبير ايه؟ تيميد تنفع للاثنين من غير ما اكمل. لا مير دي مون كوبا ايه؟ والدة صديقي تكون دوس صفة مؤنثة. التمرين السادس اول واحدة ال هنا جمع مؤنث هتبقى ال سون برضو تصريف فيرب اتر. سي سيتان ليفر كلمة ليفر مذكر يعني كتاب. نقط سون هنا سون يبقى لازم نكون ال افيك اس. لورا ايليا لورا وليا هتبقى سون جمع. هنا نقط انكوبا دي كلاس هتبقى فواسي فواسي انكوبا دي كلاس ها هو صديق للفصل. سي سون لا هذه تكون دي ليفر دي ليفر دي او اس. سبعة سافا بيا مدام كويس جدا يا مدام. ايه هتبقى ايه؟ ايه فو وحضرتك. هنا بيقول انا كويس جدا يا مدام ايه نوت. طبعا هنا مدام بيكلمها باحترام هتبقى ايه فو. قلنا الضمير فو بيستخدم لصيغه الاحترام مع الناس اللي اكبر مني او ابي او امي او مدام او مسيو او بروفيسور وهكذا. 8 جو نوت ميكوبا لوماتا يبقى جو سالو. فرانسوا ابيت اباري. التمرين السابع هند نقط بافارد عايزين هنا نستخدم فيرب هتبقى هند هتبقى او اس تي لان بتحل محلها الضمير ال وفيرب اتر مع ال بيبقى او اس تي.
رقم 2 نوع 90 دام سوي يبقى ال افيك اس على طول. رامي اي سوسيابل اي اي توا وانت اي توا سي يبقى سي او اس تي على طول سي ابوستروف او اس تي مون كوبا دي تنس هذا يكون صديقي بتاع التنس سي سيتان ضربو جيبسيا كلمة ضربو مفرد مذكر جي انسير انا لدي اخت جميل جميل انسير جميل اخت توأم طبعا هنا انسير مفرد مؤنث يبقى جميل مفرد مؤنث مارك اي ماريو مارك وماريو هنا الاثنين جمع يبقى سو يكونون اصدقاء عن النت لوفرير دي سوفي اخو سوفي يكون تميد تميد بتنفع مذكر ومؤنث التمرين اللي بعده جيم لوبرسون جيم لابرسون انا احب الشخص لابرسون انا كلمة جيبرسون هنا شخص بس هنا في الفرنساوي مؤنث يبقى انا هاخد صفة مؤنثة الصفة اللي تنفع معايا للمؤنث هنا تميد بتنفع مذكر ومؤنث سي نوت إليف سيريز هنا جميلة جدا يا شباب النقطة ديت انا عندي كلمة إليف يا شباب هي معناها تلميذ وتلميذة تمام يعني نفس السبيلنج بتاعها بالظبط نفس الحروف اعرف ازاي بقى اذا كانت الكلمة هنا مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث من الصفة اللي معاها عندي كلمة سيريز كلمة سيريز هنا جادة اخرها اس او ديت مؤنث تبقى جادة يبقى على طول هنا مؤنث يبقى 60 60 إليف سيريز هذه تكون تلميذة جادة تلاتة نوت اسو يبقى كيس كيس من هذا تنكبا سيزو عنده 16 سنة كالسولي دي فو دي توم فرير هيبقى كيل المفرد المذكر عشان دي فو كيل الجمع المذكر عشان دي فو جمع مذكر لابرسون سيرفيابل الشخص الاجتماعي نوت لجون ايد يساعد الناس رقم 7 نوت ات رومانتيك هيبقى فوزيت رومانتيك رقم 8 لا شومبر دي مارك ايه انا هوصف هنا الحجرة يبقى لا شومبر ايه رونجي التمرين اللي بعده مها ومازن يكونوا عايزين هنا مها دي مؤنث ومازن مذكر ما يكون عندي اسم واحد مذكر واحد مؤنث بعملهم معاملة المذكر يعني جمع مذكر سو انا عايز هنا صفة تنفع معايا جمع مذكر تميد بتنفع للمذكر والمؤنث وهي جمع يبقى اكيد هي اللي هتنفع من قبل ما اكمل بفرد هنا مؤنث جمع جورموند مؤنث جمع انتليجنت مؤنث جمع يبقى هي تميد اتنين اج مذكر يبقى كيلاج كي يبقى كيس كيس مصطلح على بعضه يعني من هذا جيم لوردر مامير نقط مامير يبقى كوم مثل امي جو نقط بريزونت يبقى جو مي بريزونت انا اقدم نفسي ستة فو نقط اوليسي فو زيت انتوا موجودين في المدرسة نقط اي سامبا طامير طامير مؤنث اي سامبا سيمبا بتنفع للمذكر والمؤنث هتبقى ال ال اي سامبا طامير والدتك لطيفة نوت بولين اي مارتين بولين اي مارتين تمام يبقى على طول فواسي فواسي بتيجي مع تقديم الاشخاص سواء مفرد او جمع او مذكر او مؤنث التمرين العاشر شوازي لابون ريبونس اختار الاجابة المناسبة واحد ال سو هتبقى ايه كومو إلسو كيف يكونوا هم بسأل عن شخصيتهم هنا رقم 2 سي سي ايه سي كي من هذا تمام رقم 3 نوت تويتابيل يبقى كومو تويتابيل 4 فرانسوا ابيت يسكن يبقى او اين 5 نرمين ايه كومو نرمين ايه كومو نرمين تكون كيف يعني بسأل عن شخصية نرمين رقم 6 كولير تي ام طبعا كولير كلمة مفرد مؤنث تبقى كل المؤنث هنا اج اج مفرد مذكر تبقى كل المذكر 8 كومو سافا نيجي يا جماعة لسؤال الايميل وهو عبارة عن ايميل بتجو عنه بثلاث جمل كاملة هننزل بصلي زي ما هي كومو صابيل تنفو ازادي كارتيه ما اسم صديقك او حجارك بتاع الحي كومو إلي كيف يكون هو إلى كيلاج كم عمره هنقول أول سؤال إجابته هنقول تون بتنزل تبقى من فوزا دي كارتيه صديقي بتاع الحي صابل علي مثلا يعني
كومون إلي هنقول إلي سوسيابل إنه اجتماعي. إلى كيلاج هنقول إلى سيزو هو عنده 16 سنة. كومون سابيل تون فرير هنقول مون فرير سابيل ماجد. كيل أج إلى هنقول إلى كانزو. كالكولير الام اي لون هو يحب هنقول الام لو روج. الايميل الاخير سولي تنزل زمايا سافا هنقول سافا بيان ميرسي. سيكي تون كوبا دو كلاس من يكون صديقك بتاع الفصل هتقول مون كوبا دو كلاس اي علي. كومو الي هنقول الي جورموند انه كثير الاكل. اخر سؤال يا شباب هو سؤال السوجي وبيقول لك اكتب من 15 ل 20 كلمه في هذا الموضوع مستخدما الثلاث كلمات دول. وبيقول لك قدم ثلاثه من اصدقائك بريزونت دروا دي تكوبا. وبيقول لك اذكر الاسم والعمر والشخصيه هنزل لك اجابته حالا على طول. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من حل التمارين اللي على الدرس الثالث. اتمنى ان تكونوا استفدتم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير للفيديو وعرفوا اصحابكم يا جماعه عشان الكل يستفيد ان شاء الله وناخد ثواب اكتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله.